السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وعافية يا رب العالمين. في مصر النظام الحاكم ما فتئ كل يوم أن يصدر للشعب المصري يعني أراذل 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 الإعلام المصري، علشان ما تعرفش يعني هو ما تعرفش إيه الفكرة في تعاملهم مع الشعب المصري. النهاردة بطلت الحلقة لميس الحديد. لميس الحديدي جوز عمرو أديب، أنا بشبهها كده، لميس جوز عمرو، مش عمرو جوز لا لميس جوز عمرو. لميس اللي كانت مش قد الشيله ما تشيلش الحيزابونه دي، بتقول لك القادم أسوأ يا مصريين، القادم في 23 أسوأ. خلاص فكرة بقى، فاكرين انتوا زمان الكلام أيام الزمن الجميل، اصبر سنتين واصبر شهرين، لا هو بقى صريح معاك، اللي جاي أسوأ، اللي جاي سواد، اللي جاي يا مصريين سواد. دي لميس الحديدي، خد بالك بس، وهي بتقول لك اللي جاي مصريين سواد، هو مش عليها، لا، على فقراء مصر، على الغلابة في مصر، اللي جاي سواد على الغلابة في مصر، مش عليها هي. جوزها قاعد، بصوا ده بيعدكم الفقر، هذا الرجل يقول لكم اصبروا وتقشفوا تقشفوا تقشفوا وكلوا ورق كلوا رجول الفراخ كلها، بص فيتامينات وقيمة غذائية عالية. شوفوا إعلام السيسي، واحد اثنين ثلاثة ورب، كله رجول فراخ، رجول فراخ، المصريين ياكلوا رجول فراخ، رجول فراخ فقط لا غير. فلميس الحديدي خارجة تقول لكم، حلوة خارقة دي، خارجة تقول لكم كله يا مصريين اللي جاي أسوأ، اللي جاي أسود، اللي جاي سواد مهبب يا مصريين. فانتوا يا مصريين تعاملوا بقى على هذا النحو، ان اللي جاي سواد مهبب. مفيش عندهم فكر اقتصادي، هما متفاهمين، مفيش عندهم فكر اقتصادي. خارجين بقول لك، ما ليل نهار خارجين يشيلوا مصطفى مدبولي الليله، خلاص هما ليل نهار مصطفى مدبولي اللي بيشيل الليله، هما ما عندهمش اي تفكير ولا اي حاجه يخرجوا من عمق الزجاجه اللي احنا فيه. شركه زي شركه جهينه، عملاق صناعه الالبان في الشرق الاوسط، اللي هو صفوان ثابت وابنه سيف صفوان ثابت، الاثنين محبوسين عشان رفضوا يسلموا الشركات بتاعتهم للجيش، الشركه خلاص بتقفل. تخيلوا شركة زي دي فيها كام عامل في مصنع، وفيها كام عامل في شركة، وفيها كام منتج بيتوزع على كام محل وكام سوبر ماركت شغالين على تخيلوا حجم البطالة اللي هيقعدوا في البيت. حطهم بقى جنب النساجون الشرقيون، حطهم جنب الغزل والنسيج، وحطهم جنب الحديد والصلب، حطهم جنب بقير للأسمدة، حطهم جنب 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 الشرقية للدخان، جنب الشركات اللي جنب مصانع الطوب اللي اتقفلت، اكتر من 4000 مصنع طوب في طول مصر بعرضها اتقفل بالكامل، حطوا دول جنبهم كده، هتلاقي حاجات كتير جدا كتير جدا، ناس كتير جدا اطالها شرارة عبد الفتاح السيسي. وهو عبد الفتاح السيسي يا جماعة، اوعوا تفتكروا الامر سياسي، الامر ماهوش سياسي، الامر لو سياسي كان انتهى في 2013. ما بعد 2013 ورابعه الامر ظلم، والظلم ده ان لم يرفع وترد المظالم ما حدش هيشوف الخير، ده قاعده وسنه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، يعني لو في شيء من الاصلاح في اهل القريه دي ربك ما يهلكهاش. النهارده على صباح الخير يا مصر 12.5 مليار جنيه خسارة في البورصة المصرية بسبب انسحابات المستثمرين. يعني ممكن ترد تقول لي على فكرة البورصة بتخسر وبتكسب عادي، ده كلام جميل جدا، بس لما بيقول لك في التعاملات انما ده انسحاب مستثمرين، في مستثمرين انسحبوا من السوق المصري، 12.5 مليار جنيه خسارة على الصبح. صباح الخير يا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر 3 مرات. فالوضع في مصر خلاص، هم بص مش لاقيين حق، وعلى فكره مستمرين في فكره نظريه حلب النمله اللي بقول لكم عليها. زي كامل الوزير، كامل الوزير النهارده خرج يضحك على المصريين، هو هم طبعا شايفين للاسف الشديد، هم باصين للشعب المصري ان الشعب ما بيفكرش، هم شايفين كده، مع ان الشعب المصري ذكي جدا، هم شايفين ان الشعب المصري ما بيفكرش. كامل الوزير طالع يقول للناس انا سالت مواطن، يعني لما تيجي تسال نفسك النهارده تركب قطر من القاهره لاسكندريه وتدفع 200 جنيه بس رايح غير 200 جنيه راجع، لما تسال نفسك بناء على ايه النظريه الاقتصاديه اللي خلوني ادفع 200 جنيه، يقول لك اصل كامل الوزير سال مواطن، فالمواطن قال له سياده الوزير كامل الوزير انا لما باجي اركب مواصلات بالعربيه بتاعتي بدفع من 800 600 ل 800 جنيه، فكمل الوزير قال 600 ل 800 جنيه وانت رايح بعربيتك من القاهره لاسكندريه، طب خلاص نخلي القطر 200 جنيه، شفتوا يا مصري احنا وفرنا عليكم ازاي ثلاث ارباع الرحله؟ لا انت ما وفرتش، لان الرحله من القاهره لاسكندريه ما تجيبش ال 400 500 جنيه،
ده ما تجيبهمش، بس هعتبر على كلامك صح يا كامل الوزير الرحله بتكلف 800 جنيه، الرحله بعربيه خاصه زي بتاعتي بتكلف 800 جنيه وهذا غير صحيح، لكن هعتبر ان كلامك صح. طيب لو ب 800 جنيه وخدت معايا اربع خمس اشخاص ووديتهم رايح جاي ب 800 جنيه وده ما غير صحيح، الرقم كبير بس هعتبر صح، خدت معايا اربع خمس اشخاص وديتهم رايح جاي ب 800 جنيه، كل واحد فينا هيدفع كام؟ كل واحد هيدفع كام؟ 100 رايح 100 راجع، او 75 جنيه رايح و75 جنيه راجع، صح؟ لو معايا خمس اشخاص هدفع الرقم ده، يعني 150 جنيه رايح جاي. شفت يا كامل الوزير بقى، انت هتاخد 400 جنيه من المواطن رايح جاي، يعني رايح جاي 400 جنيه، رايح بس 200 جنيه، لا انا هحاسبه رايح جاي لو بعربيه بقى 150 جنيه. شفت انت ما وفرتش للمصريين حاجه، لا انت بتتعامل على فكره ايه؟ ان ما حدش هيحاسبكم، فبتستغفلوا ان هم ماشيين في فكره نظريه حلب النمله، خلى لك الدسكره من القاهره الاسكندريه في القطر، القطر ده تقدر تقارنه بالميكروباص، مش تقارنه كمان بعربيه خاصه، يعني مش تقارنه بعربيه ملاكي، ده انت تقارنه بميكروباص، بميكروباص كده، يعني تركب ميكروباص تقارن بيه قطر، وميكروباص يعني بص متهالك، فانت تقارن القطر بميكروباص، الميكروباص ده بتدفع فيه كام؟ واحسب وشوف بتدفع في القطر كام؟ في القطر قال لك الدسكره رايح جاي 200، رايح 200 جنيه وراجع 200 جنيه. فهو قال لك يا كامل الوزير، قال لك انا عملت النظريه دي عشان في مواطن قال لي الاسعار، قال لي انا بدفع 800 جنيه يا كامل بيه. ولا بيدفع 800 جنيه ولا اي حاجه، ولا في مواطن كلمه، بس هو فكره على فكره والله العظيم ده شيء قبيح جدا منهم، هو فكره الاستهانه بعقول المصريين، يعني هو بيتعامل مع المصريين على انهم ما بيفهموش. هو بيتعامل بهذا الشكل يعني. فيخرج يقول لك 200 جنيه وفي نفس الوقت تخرج لك لميس الحديدي مش قد الشيله يا دكتور مرسي، ما تشيلش، فاكرين انتوا شيله لميس الحديدي خرجت تقول لك القادم اسوأ، القادم اسوأ بس مش على عائله اديب، عائله اديب ما ينفعش يكون القادم على اسوأ، ليه؟ دول مش من المصريين، هم من صفوه المجتمع المقربين من عبد الفتاح السيسي، يعني ال 100 مليون ولا ال 105 مليون مطلوب منهم الصبر والتحمل والجلد ويصبروا على القادم الاسوأ والسواد اللي جاي مقابل ان لميس وجوزها يعيشوا الحياه دي. امال انت كده تبقى خاين وعميل. فكر زي معيز السيسي، فكر زي معيز السيسي، معيز والله العظيم المعيز لها قيمه عنهم. لما واحده يعني انت بتدعوني الى التحمل، تحمل الفقر، طب والفقر ده بالنسبه لك انت ايه؟ لا لا شوف، طب انت كمعزه، انت كمعزه، كمعزه بجد معزه، شايف؟ طب من باب العدل اللي يسير عليه عليك يسير عليهم. لا هم بيقول لك انت بس، انت بس اللي قادم اسوأ عليك، اما احنا نعيش الحياه دي. امال ايه؟ امال ايه؟ فانا كل ما استغرب له ان يخرج مواطن معزاوي، سيساوي معزاوي، معزه معزه، والله العظيم المعزة لها قيمة وشأن عنه، والله الذي لا إله إلا هو، المعزة لها قيمة وشأن عنه. لما يخرج المعزة ده، المعزة، ويهاجمنا يتكلم علينا إحنا ويوكيل لنا إحنا ويشتم فينا إحنا، وسايب اللي بتدعوه للفقر بتدعوه بتقول له أصبر على الفقر وهي ما تصبرش، أصبر على اللي بيحصل لك وهي ما يحصلش لها حاجة، ما تاكلش ما تاكلش اسرتك، ما تعملش، استحمله، كل ورق شجر، كل رجول فراخ، تصبر على اللي بتقول لك كده، تسكت لها وما تصبرش علينا احنا واحنا بننصحك. معزه، مواطن معزه، هو حابب نظريه الحلب انه يتحلب. لا انتوا ما بقاش فيكم حاجه، حتى يا ريت للاسف الشديد في المواطن المصري بقى في حاجه ينفع تتاخد منه وتتحلب، ده هم خلوه بص على الحديده، جابوك على الحديده، جابوك على الحديده، وفي الاخر تخرج تقول لك اللي جاي اسوأ. مفيش واحد فيكم يا معزه، يا معزه، يا اللي بتقعد السيسي يسالها يقول لها طب لما اللي قادم اسوأ كنت بتقول لي مرسي مش قد الشيله ما تشيلش ليه؟ هتقول لي اصل القطارات، مرسي كان القطارات، مرسي في السنه اللي حكم فيها عم حصل بتاع ولا اتنين للقطارات. طب السيسي البدرشين بس يجي خمس ست بتاعه في الحوادث في البدرشين بس، ده غير بتاعت الاسكندريه، ده غير بتاعت محطه مصر. فمعزه، مواطن معزه، هي شايفك معزه، هي شايفه المواطن اللي بيدعمها وبيعمل لها ايموشن قلب على تعليقاتها كده وعلى الفيديوهات بتاعتها معزه، بتقول له اصبر، لا تاكل اولادك ولا تاكل بناتك ولا تاكل حد من اسرتك،
احنا بس اللي ناكل ونعيش الحياة دي، ومطلوب منك تصبر، ومطلوب منك وكل يوم هيفرضوا الجباية على الشعب المصري. النهاردة القطارات بقت ب200 جنيه، بيقول لك انت بتروح بالعربية رايح جاي، وانا حسبتها لكم حسبة بسيطة جدا، انك لو رايح بعربيتك اوفر لك 200 مرة من انك تروح بالقطر. فهو مش هيترك سحتوت في جيب الشعب المصري غير ما هياخده، وحتى بعد ما يخلص السحتوت اللي في جيبك هياخد من هيقلعك البنطلون ويبيعه. هو مش هيترك، هو خلاص افلس، وكل المستثمرين بيسحبوا من مصر بيمشوا، وخساره يوميه في البورصه غير مسبوقه 12.5 مليار جنيه النهارده الصبح في اول ساعه في البورصه بسبب انسحابات المستثمرين الاجانب والعرب. مستثمرين اجانب وعرب انسحبوا من السوق المصري، فخساره غير مسبوقه. هو هيعوض الخساره دي منين؟ من جيب المواطن المصري، هو اللي لازم يدفع فاتوره فشل عبد الفتاح السيسي. وهي مش فشل، ده خيانه، وخيانه متعمده مع سبق الاصرار والترصد. وطالما المواطن ساكت وراضي وشايف ان احنا اعداء الوطن، خلاص يا مواطن نعيش على الله تعالى ان ينعم على اهل مصر وان يعيشوا حياه مستقره امنه مطمئنه. لكن طالما انت مواطن معزاوي شايف ان الوضع ده جميل، اسال الله عز وجل ان يزيدك انت منه دون باقي المصريين. خلاص براحتكم، طالما انتوا عايشين وراضين بده خلاص براحتكم. ادفعوا بقى في القطارات لكامل الوزير، وروحوا اسمعوا لميس الحديدي، وبتقول لكم اللي قادم اسمع. بس بعد ما تسمعوا لميس الحديدي رجاء روحوا اتفرجوا على عمرو اديب وهو بالصور ديت وبالفيديوهات دي. سلام عليكم.